قال الإعلام الرياضي السيد سلام المناصير بأنه سأل أحد أعضاء الهيئة التطبيعية عن سبب إبعاد كاتانيتش لجاستين ميرام وأحمد ياسين، فقال المدرب كاتانيتش: لم يقدروني ولم يحترمونني. جاء ذلك في لقاء مع برنامج طه برغيف. هذا ما كنت أتوقعه تماما منذ فترة، والكثير خالفني الرأي منذ تمرد ياسر القاسم بعدم التحاق وقيام الإعلام العراقي بخلق الأعذار له والدفاع الباطل عنه ومحاولة لصق التهمة مرة بالمدرب ومرة بالكابتن يونس محمود وتارة أخرى بالاتحاد العراقي لكرة القدم. فما هو رأيكم بما قاله السيد سلام ناصير؟ بفضل من الله عز وجل أثبتت الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا عن اكتساب لاعبي منتخبنا الوطني الكابتن أحمد إبراهيم والكابتن محمد رضا الشفاء التام من الفيروس، وجاءت نتائج مسحة اللاعبين سلبية، ما يعني شفائهما التام من الفيروس بعد خضوعهما للحجر الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخضوعهما للعلاج والبروتوكول الصحي المعتمد هناك. وسيعود اللاعبان اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد والعودة لأنديتهما لخوض غمار تدريبات ومباريات رسمية في الدوري الممتاز. يشار إلى أن اللاعبين محمد رضا وأحمد إبراهيم قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 قبل مباراتين منتخبنا الوطني الوديتين أمام منتخب الأردن وأوزبكستان. وصول المحترف الكونغولي ليما محترف نادي القوة الجوية إلى العراق بعد حل كل مشاكله المتعلقة بالجواز، وكان في استقباله السيد علي صغير عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي. بعد أن غرمته لجنة الانضباط التابعة للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي، السيد حسين عنكوشي صرح قائلا: لم أتأثر بالغرامة وأجلكم الله، حذاء لويس فيتون سعره 5 ملايين دينار، رأيكم بهكذا تصريح؟ وفي دوري أبطال أمم أوروبا للأندية نقدم لكم جدول بأهم المباريات لهذا اليوم، وتبتدي ببرشلونة مع دينامو كييف في الساعة 11 مساء، وهذا جدول بباقي المباريات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله.